بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس، هذا السؤال طبعا موجه مني إلى الأخ وزير المالية بتاريخ يعني قديم جدا يعني، ووصلتني الإجابة، إلا أن الإجابة مع الأسف يعني من ميزة حتى التأخير والإجراءات اللي اتخذت ما دامت مستمرة. يعني صلاحية هذه الإجابة اللي هي من 2014 إلى اليوم، ونفس هذه طبعا التجاوزات ونفس هذه المخالفات ما زالت مستمرة. لذلك أن السؤال راح يكون سار المفعول من خلال مهما تأخرت هذه الظروف، إلا أن سلبية هذه الأوضاع ما زالت تنعكس على سوق الأوراق المالية وكيفية إدارة المحفظة الوطنية التي أقرت بقرار مجلس الوزراء من 2008. هذه المحفظة رأس مالها 1.5 مليار دينار كويتي، 1500 مليون. كان الهدف منها هو أن يكون لاعب أساسي في سوق الأوراق المالية من خلال اختيار الشركات المنتجة، وكذلك المحافظة على أسعار السوق، فيما لو أن عرفنا في ذلك الوقت القيمة السوقية لهذه المحفظة أو لهذه الأصول اللي خاصة في سوق الأوراق المالية هي في حدود 30 مليار دينار كويتي. المشكلة الأخ الرئيس أن الحكومة بشكل أو بشكل آخر تمتلك ما لا يقل عن 30 في بعض الأمور، حتى أن تصل إلى 40 أو 50% من هذه الشركات. هذه المخالفات اللي استمرت مع الأسف في إدارة هذه المحفظة وأسلوبها، كان الهدف من إنشائها هدف اقتصادي سليم، لكن البلوى في عملية إدارة هذه المحفظة ومشاركتها والقيام في دورها في سوق الأوراق المالية. ومن يشرف على هذه الشركة، ولكن نعرف بشكل كامل بأن التقارير التي وصلت حتى على مستوى، أنا المفروض أن الإخوان في لجنة الميزانيات وكذلك في لجنة حماية المال العام أن يكون في تقارير دورية عن هذه المحفظة وكيفية إدارتها، إلا أنها عجزت عن القيام في دورها الاقتصادي على مستوى سوق الأوراق المالية، وكان هناك انتقائية لبعض الأسهم. يعني هذه المحفظة مع الأسف تنتقي بعض الأسهم، هم يتكلمون عن وضع معايير معينة طبعا في رد الأخ الوزير بأن هذه المعايير اللي احنا على أساسها نعمل من خلال الدخول في هذه الأسواق وهذه الشركات، ولكن مع الأسف ما هو مدون نظريا من خلال هذه الآلية بكيفية الدخول والخروج بهذه الشركات والاستثمار مخالف لواقع الأمر من خلال القرارات التي اتخذت القرارات الاستثمارية بهذه الشركات. كان تدخلنا في ذلك الوقت المحافظة بشكل أو بآخر على أصول واقتصادية هذه طبعا الشركات. لكن مع الأسف الأخ الرئيس، أنا أعتقد اليوم نتكلم بعد 8 سنوات من إقرار هذه المحفظة بهذا الحجم، أنها لم تصل إلى الهدف المرجو منها، إلا أنها ساعدت بعض الشركات المحظوظة صراحة بأن تحافظ على أسعارها بغض النظر عن أدائها بسوق الأوراق المالية من خلال أرباحها التشغيلية. الهدف من السؤال هو المحافظة على هذه الشركات. اليوم لو بنشوف المخالفات والأموال التي هدرت نتيجة القرارات التي اتخذت بهذه المحفظة في شركات مفلسة، وفي شركات مع الأسف وزارة التجارة ما حتى رخصتها وجددتها، وفي شركات أخرى الأخ الرئيس هيئة سوق المال أبعدتها حتى عن البورصة. زين من المسؤول؟ احنا نتكلم اليوم عن هدر المال العام، عن الإدارة الحصيفة، عن الاقتصاد السليم، عن ما يسمى بالوثيقة الاقتصادية، ومن ثم تكون هذه الإدارة بهذا المبلغ لا تصل بعد 8 سنوات من إقرارها، لم تصل إلى الأهداف المرجوة، بل بالعكس عملت بشكل سلبي على ما هو أقر من أجله.